وكل شغل ايد هو شغل مسلي رغم اي جهد بيتبذل فيه، شغل مختلف مهما تشابه وممتع لانه دايما من القلب. شغل ايد محتاج قبل المهارة حب، وقبل الجهد خيال، ودايما مراية شغل الايد فيها صورة عاشق. ده اول نوع قلنا نجيب ورق الشجر ويدخل في الطباعة مباشرة. مظبوط. ايه النوع التاني؟ النوع التاني اللي هي قوالب الطباعة، هي اصلا كانت موجودة في العصر الاسلامي، اللي هو قالب خشب العصر المملوكي تحديدا. العصر المملوكي تحديدا مظبوط. بيتحفر عليه ايا كان بقى النقوش او الزخارف. أيوة. وبيتحط في اللون وبيطبع على القماش. قررت يعني تستردي النوع ده من الطباعة، ايه اللي جه على بالكم انكم بتدوروا على كل انواع الطباعة اللي كانت موجودة في الحياة عندنا وفي التاريخ؟ انا بدأت ادور فعلا على اي طباعة يدوية قديمة. اي حاجة انا دايسة فيها، فابتدي اجيب كتب واقرأ واذاكر وادخل كورسات اونلاين او اشوف حد يحضرني فيها. يعني لغايه ما بتتطور وبنكبر بقى العلم وبنقعد شفتي فيه كذا. علم جميل والله، علم كده كله طاقه. ده تاني نوع اللي هو الطباعه بالقوالب اللي جاي من الهند ومن العصر المملوكي. تالت نوع. التالت نوع اللي هو الطباعه بيسموه ايكو برينت، بنستخدم فيه ورق الشجر والورد. بالظبط. يعني ده ورق ايه حضرتك؟ ده ورق خروع. طبعا احنا بلدنا معروفه. احكي لي بقى بالراحه. يعني ده اولا ده ايه؟ ده شال حرير بجيبه من اخميم، اللي هي الانوال اليدويه. الحرير نفسه الاخميم اليدوي. بالظبط. الجميل. ده لونه الاصلي. الاصلي اللي هو البيج. البيج. بالظبط كده. نعمل ايه بقى؟ بستخدم في الوقف ده بالذات ورق لازم يكون بينزل لون، وبعدين ورق شجر. الاثنين ورق الورد وورق الشجر. وفي حاجات بيبقى فيها حاجه ماده اسمها تنين. التنين دي بتخلي اللون اللي بينزل يمسك في النسيج نفسه. رابع نوع الطباعه الشمسيه اللي هي السيانو برينت. لك فين من هنا بقى؟ الازرق اللي فوق ده كده. ايوه مظبوط. ده طباعه شمسيه. دي بدايه التصوير الفوتوغرافي. ده تكنيك كان اتعمل في 1843 تقريبا. ده اصل القماش الابيض. اصل القماش الابيض اللي هو ده. مظبوط. اللي هو اللون اللي فيه ده. اصل القماش الابيض. القماش بيتحسس، بيبقى هو النيجاتيف. يعني بيتحسس بمواد تحميض. علشان يبقى فوتو سنسيتيف. وبعدين زي الفيلم، يعني زي الفيلم زمان. وبعدين بيتعمل في اوضه ضلمه، وبعدين بيتحط القماش بيتفرد في الشمس. وببتدي احط التكوينات عليه بقى. يعني دي ورده. دي جربيره. بتفرد القماش على شمس مش عايزه اي حته شمس فيها. شمس دايركت خالص ولا قوية. اي ظلال. بالظبط. وتحطي بقى الحاجات اللي وببتدي احط التكوينات عليه اللي انا عايزاها، اللي هي عايزه تضليل يعني. بالظبط. وبعدين الفرع ده الظل بتاع الفرع. أيوة. فلما بشيل الفرع بيبقى البرينت بتاعه، الطبعه بتاعته موجوده. الظل بتاعه موجود.